جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة أو الأخوات المهم سؤال يقول: هناك أخت لها 15 سنة لا تستطيع الوضوء، هل يجوز أن تصلي من غير وضوء أم كيف توجهونها؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت لا تستطيع الوضوء لمانع يمنعها من ذلك فإنها تتيمم بالتراب. قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ذكر سبحانه وتعالى من جملة المسورات للتيمم المرض. فإذا كانت لا تستطيع الوضوء أو الاغتسال لمرض يمنعها من ذلك فإنها تتيمم بالتراب الطهور. نعم.